ينضم إلينا من برشلونة الصحفي والإعلامي المغربي الأستاذ يوسف التمسماني. أهلا بك أستاذ يوسف. دائما صباح السبت والأحد مليء بالماتشات المهمة والمثيرة جدا. أبدأ معك من طبعا لو تحدثنا في البداية عن الدوري الإنجليزي النهاردة، مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست، هل تتوقع من يفوز؟ كيف سيكون شكل المباراة؟ أهلا مارينا، صباحك سعيد، تحية طيبة لك ولكل مشاهدينا الأعزاء. بطبيعة الحال مباراة ستكون شيقة للغاية. ليفربول منتشي يعني بفوزه بدوري الكاراباو أو رابطة المحترفين ضد تشيلسي، وبالرغم يعني من أن مانشستر يونايتد سيتي عفوا يعني يتابعه او يلاحقه على بعد نقطه واحده، الا ان ليفربول يعني الان يظهر على علو كعبه، لديه دفاع متماسك، لديه هجوم يعني هداف بالرغم من الغيابات، واظن انها ستكون مباراه شيقه للغايه. مانشستر سيتي امامه كذلك مباراه صعبه جدا امام مانشستر يونايتد، بالرغم من ان اليونايتد متأخر تقريبا بعشر نقاط أو أكثر، لكن يبقى ديربي مانشستر من أكبر المباريات في الدوري الإنجليزي. ليفربول لا أخشى عليه، يعني بالرغم من تلك الغيابات مثل محمد صلاح إلى آخره، إلا أن اللاعبين الشباب قادرون على إعطاء يعني صورة جيدة على فريق ليفربول. إذن يعني خليني أسألك، ما مدى تأثير الغيابات على ليفربول اليوم، وخاصة في ظل غموض موقف صلاح ومدى جاهزيته لهذه المباراة؟ موقف صلاح يعني لا يتوقف فقط على قراره الشخصي، بل يتوقف على قرار يعني الأطباء والذين يعالجونه الآن أو الذين يخضعونه لبعض التمارين التي يمكنها أن تعيده إلى لياقته البدنية. لا ننسى أن هناك يعني ترسنة من اللاعبين الشباب في فريق ليفربول. لا ننسى مثلا جايدن دانس ذو 18 سنة الذي لعب أول مباراة له يوم 21 من فبراير، في يوم 25 فاز بكأس الكاراباو أو كأس رابطة المحترفين، ويوم 28 يعني ثلاثة أيام بعد ذلك سجل أولى أهدافه مع ليفربول. أظن أن هؤلاء اللاعبين الشباب يمكنهم أن يعطوا الإضافة، وأن يعني ليفربول ليس أمامه يعني أي إمكانية ليقول بسبب الغيابات خسرنا هذه المباراة أو تلك. الأندية الكبيرة في بداية الموسم تخطط وترى على المستوى البعيد كل هذه الإمكانيات، ويعني تعزز ترسنة لاعبيها بمجموعة من اللاعبين الذين بإمكانهم تعويض اللاعبين أو النجوم الكبار في حالة الإصابة أو في حالة الغياب. لا ننسى أن في هذا الموسم كانت كأس إفريقيا، وليفربول كان يدري جيدا ويعي إمكانية غياب محمد صلاح يعني للمشاركة مع المنتخب المصري، وكذلك يعني يكون هناك ترقب ودراية بأن هناك مجموعة من اللاعبين سيعودون من البطولة الإفريقية ببعض الوعكات الصحية أو الإصابات، فيكون هناك ترقب مسبق في بداية الموسم. لا أظن أن الغيابات بإمكانها أن تشفع لليفربول في حال خسارته. أستاذ يوسف، أذهب معك من الدوري الإنجليزي إلى الدوري الأسباني، أيضا مباراة قوية جدا اليوم بين مدريد وفالنسيا. ماذا عن توقعات وتحليل هذه المباراة؟ مباراة ستكون مشوقة للغاية. المباريات في الدوري الإسباني خصوصا بين هذه الأندية التي تجمعها يعني أو تربطها ندية كبيرة دائما ما تكون مشوقة للغاية. أظن يعني أن هذه المباراة ستظهر مدى قدرة أنشيلوتي على مجاراية مثل هذه المباريات، خصوصا الآن ونحن بدأنا في الدخول في غمار نهاية الموسم أو المباريات الحاسمة. لكن ريال مدريد بالرغم من أنه لا يتوفر على مهاجم صريح من طينة بنزيما الذي غادر هذا الموسم، أو من طينة كريستيانو الذي غادر يعني منذ بعض المواسم، إلا أنه ما زال يتوفر على مجموعة من اللاعبين الشباب مثل فينيسيوس، مثل خوسيلو إلى آخره، وكذلك إبراهيم دياز. وبهذه الترسنة من اللاعبين بإمكانه الفوز بهذه البطولة. تذكروا فقط يعني نقطة غريبة، الآن عندما نتحدث عن المهدد لريال مدريد
الفريق الكاتالاني فنحن لن نتحدث عن البارسا، نتحدث عن فريق جيرونا. هذا الموسم موسم غير اعتيادي في البطولة الإسبانية، حتى في كأس الملك نرى أن الأندية التي ستلعب المباراة النهائية أندية غير معتادة، فريق مايوركا، ويعني فهذا موسم غريب جدا، وريال مدريد هو الوحيد الذي ما زال محافظا على مستوى. بس يمكن برضو خليني أرجع مع حضرتك لمباراة الليلة، ويمكن المباراة النهاردة بتعيد إلى الأذهان ذكريات صدام الفريقين الموسم الماضي، فتعرض مثلا فينيسيوس جونيور لإهانات وهتافات عنصرية من بعض مشجعي فالنسيا، وده أدى لجدل كبير جدا بشأن هوية المتورطين. هل يمكن أنه تحدث أزمة مشابهة اليوم؟ يعني مسألة الهتافات العنصرية هي مرفوضة جملة وتفصيلا سواء في البطولة أكيد. الإسبانية أو في أي بطولة أكيد. في العالم، لكن لا يمكننا أن ننسى أن أنا شخصيا لا أتخوف من جمهور فالنسيا، بل أتخوف من أفعال فينيسيوس داخل الملعب. فينيسيوس لاعب مشاكس يتفاعل بشكل كبير مع الجمهور، هو يثير الجدل دائما، خصوصا عندما يتوجه ويبدأ يعني بتوجيه بعض الحركات للجمهور. السؤال الذي أطرحه دائما، لماذا فقط فينيسيوس في ريال مدريد بالرغم من أن ريال مدريد يتوفر على لاعبين كثيرين يعني ذو بشرة سمراء، إلا أن فينيسيوس هو الوحيد الذي يتعرض لهذه الهتافات. كان هناك لاعبون آخرون ولم يكونوا بسود البشرة، مثل بيكام، مثل يعني جوتي، وكانوا يتعرضون لهتافات يعني تتهمهم بالمثلية إلى آخره. فالجمهور في كرة القدم هو جمهور في غالب الأحيان يتجاوز في بعض الملاعب، لكن بطبيعة الحال كما قلنا نرفض هذه السلوك جملة وتفصيلا، لكن يجب على فينيسيوس أن يضبط نفسه ويضبط تصرفاته، لأنه لاعب كبير ولا يحتاج لكل هذه البهرجة. إذن أشكرك شكرا جزيلا الصحفي والإعلامي يوسف التمسماني، شكرا لك، كنت معنا من برشلونة.